هنعمل مع بعض المشروب ونرجع نقدمه. هنعمل ايه؟ هنعمل عندي كاكا بالبرتقال، حاجات بسيطه قوي، شويه من عصير البرتقال الفريش، لو ما عندناش يبقى برتقال فريش وميه. عندي هنا شويه من الكاكا وشويه من مكعبات التلج، واخيرا شويه من السكر. طيب على طول كده هنزل بشويه من مكعبات التلج، هنزل وراه بالكاكا، هنزل بالسكر، وهننزل عصير البرتقال شويه كده، وهنزود بعد كده ونجرش. نزود شوية من عصير البرتقال وضربة أخيرة.